المزيد من التفاصيل حوالين مؤتمر التحالف النهارده ودعوته للسيد الرئيس للترشح، بينضم لينا عبر الهاتف الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد. دكتور هشام، اهلا بك معنا يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم، تحياتي للسياده. الله يخليك. للساده المشاهدين، التحالف النهارده اجتمع واصدر بيان وضم 40 حزب سياسي بهدف رئيسي هو تأييد ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. تفضل. احنا الحقيقة التحالف والأحزاب المصرية بتقول كلمتها وتعلن موقفها الواضح النهاردة، نابع من تقييم موضوعي لمسيرة عطاء على مدار 10 سنوات. الدولة المصرية في خلال 10 سنوات عاشت منعطفات كبيرة ومرحلتين من أخطر ما يكون، ومرحلة استقرار والحفاظ على الدولة المصرية من الاختطاف ومن التمزيق ومحاولات التقسيم في أول 5 سنوات، جنبا إلى جنب إلى الحفاظ على وحدة الدولة المصرية في ظل تغيرات كبيرة جدا في المنطقة العربية وفي منطقة الشرق الأوسط والربيع العربي إلى آخره. استطاعت الدولة المصرية من خلال السيد الرئيس ومؤسسات الدولة أن تحافظ على هذا الوطن من الاختطاف، ثم أستير جنبا إلى جنب في وده يمكن ظهرت أثاره في المرحلة الثانية، وهو السعي نحو بناء دولة جديدة، بناء جمهورية جديدة، تقدم في كافة المجالات، مسارات متوازية حقيقية في كافة المجالات لتحقيق نهضة حقيقية لتغيير مفهوم الدولة المصرية والانطلاق بها من مرحلة السكون وانطلاقا مما تم تحقيقه من الاستقرار. يمكن معدلات اداء الدوله المصريه يشهد به الجميع سواء اقتصاديا او اجتماعيا او سياسيا، والانفراج في ظل ازمات عالميه كبيره عانت منها دول كثيره وليست مصر فقط، ولكن استقرار الدوله المصريه وثباتها استطاع الدوله المصريه ان تعبر من خلال قياده السيد الرئيس، والدولة المصرية أن تعبر الأزمات الكبيرة سواء في المجال الاقتصادي أو السياسي، وظل التغيرات القارية الكبيرة ويمكن الإقليمية اللي موجودة سواء كان في السودان أو في ليبيا أو الحرب الروسية الأوكرانية أو جائحة كورونا، اختبارات صعبة على الدولة المصرية وصعبة على العالم كله، لكن الدولة المصرية في ظل التماسك اللي موجود، في ظل أداء اقتصادي أعتقد أنه يشهد به الجميع، في ظل تقدم في كافة المحاور اللي موجودة سواء اجتماع أو اقتصاد أو سياسي، استطاعت الدولة المصرية أن تثبت من خلال الأداء الكبير والعطاء المستمر للسيد الرئيس والدولة المصرية أن تثبت أنها تسير بخطى ثابتة نحو بناء جمهورية حديثة، جمهورية جديدة يسعد بها الشعب المصري كله بإذن الله تعالى. دور التحالف الفترة اللي جاية يا دكتور هشام؟ احنا بنشتغل على ان احنا اعلنا مبدأنا ان احنا بندعم ترشح السيد الرئيس، وزي ما بنقول احنا يمكن وده دور الاحزاب السياسية ان تمثل حلقة وصل حقيقية ما بين الدولة والشعب، ما بين المواطن البسيط والدولة، ويمكن حالة الحوار الوطني الموجودة استطاعت أن تختصر المسافات ما بين الرئيس وما بين الأحزاب وما بين المواطن المصري، حقبة سياسية جديدة وانفراج اقتصادية بإذن الله تعالى في الأيام القادمة. دورنا أن احنا نوعي الشعب، دورنا كأحزاب أن احنا نوضح ما قامت به الدولة المصرية، دورنا كأحزاب من خلال كوادرنا سواء في القرى أو في المحافظات أو في المدن أو في المراكز أن احنا نصل إلى المواطن من خلال كوادرنا أن احنا نشرح وبجلاء ما تم في من عطاء وأداء في خلال 10 سنوات القادمة، فك محاولات الضباب اللي ببعض الناس بتحاول تعمل تشويش على ما حققته الدولة المصرية من استقرار ومن نهضة ومن محاولة بناء دولة جديدة، إن شاء الله نستطيع أن احنا نتصدى لها بقوة. الموضوع ليس بالبسيط، ولكن ما يساعدنا عليه هو ما تم تحقيقه من استقرار، ما تم تحقيقه في كافة المجالات من سعي وأداء وعطاء وإخلاص على مدار 10 سنوات القادمة من السيد الرئيس ومن الدولة المصرية. دكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد وأحد الأحزاب المنضمة للتحالف، الداعي والمؤيد لترشح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة للانتخابات الرئاسية القادمة، شكرا جزيلا لك دكتور هشام على مداخلتك معنا.